يقول العلماء إن الأرض تشهد على أول انقراض جماعي منذ انقراض الديناصورات قبل 65 مليون سنة، فأكثر من 40% من البرمائيات وربع الثدييات تواجه خطر الانقراض، كل ذلك نتيجة نشاط الإنسان والتغير المناخي اللذين يؤثران بشكل خاص على الحياة في المحيطات. الشعاب المرجانية التي تحضن أكثر من ربع الأنواع البحرية قد تختفي بحلول العام 2050 بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الذي ينشر سنوياً لائحة حمراء تضم الحيوانات البرية الأكثر تهديداً. حيتان المحيط المتجمد الجنوبي الزرقاء، وهي أكبر المخلوقات على وجه الكوكب، تواجه اليوم خطر الانقراض الشديد. أما حيتان التخس التي لم يبقى منها سوى 30 حيواناً فهي الأكثر تهديداً، فهذه الحيوانات تقع في فخ شباك الصيد غير الشرعي. نحو 60% من الأنواع التي تعيش في المياه العذبة كالتماسيح وأفراس النهر والدلافين النهرية مهددة أيضاً ولا تحظى بحماية مناسبة. وأصبح آكل النمل الحرشفي الحيوان الثدي الأكثر استهدافاً في الصيد غير الشرعي كنتيجة للطلب الكبير في آسيا على حراشفه التي تستخدم في الطب التقليدي وعلى لحمه الذي يعد فاخراً. أكثر من نصف القردة مهددة بالانقراض بسبب تدمير مسكنها والصيد غير الشرعي. 4 من أصل 6 من القردة الكبيرة مهددة بالخطر أو مهددة بشدة. بالإضافة إلى ذلك، بات عدد كبير من السنوريات مهدد بالانقراض كالنمر السومطري وفهد جاوا. التهديد يطال أيضاً أنواع حيوانات وحيد القرن الخمسة التي تقع جميعها ضحية الصيد غير الشرعي، فلقد انقرض وحيد القرن الأبيض الشمالي ولم يبقى على قيد الحياة سوى عدد قليل في الأسر. عدد الفيلة الآسيوية تراجع بنسبة 50% على الأقل على مدى 3 أجيال، وعددها اليوم لا يتعدى 50,000 فيل بري. مستقبل 6 من أصل 8 أنواع دببة يثير القلق أيضاً، فالباندا العملاق والدب الأبيض عرضة للخطر.